يجيبه تروح بيه اللي بيروح يخلص. فارس يقول لك شو انه معاه تليفون عشان مكسوف اقول له معاه تليفون للمره الثانيه. لا والموضوع يستدعي طبعا. طيب معايا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت. منور الدنيا يا استاذ عصام ومساء الفل عليك. كابتن ازاي حضرتك؟ الحمد لله والله كله تمام. انا بس بالعربيه مش عارف مين مع حضرتك. انا معايا نجوم السوشيال ميديا، معايا احمد كويش ومعايا محمد فارس، رواد في السوشيال ميديا. اهلا بيك. اهلا بيك. كنت عايز اعرف راي حضرتك في يعني اللي هو بين كوشونه الاهلي وبيراميدز من غير جماهير. لا لا ان شاء الله ما اعتقدش، ربما بس يعني حتى البيان اللي وصل لنا يعني كل القصه انه يتردد الان، او يعني هناك ربما محاوله لقياس يعني الضغط الجماهيري، لان الحقيقه برضو عوامل التهدئه كثيره جدا، ومصر الحمد لله بتقدم بشكل محترم جدا، وكمان الامن مبدع يا جماعه. في المباراه الماضيه كان للامن دور يعني اسميه دور شعبوي، مشاركه طبعا مع قواتنا المسلحه اللي كانت المباراه استاد برج العرب مفخره لينا الكل يعني. كانت صوره متكامله يا استاذ عصام، الصوره كانت متكامله وجميله. متكامله، وانا كنت متوقع مع يعني الشاب الجميل استاذ محمد سعيد انه الامن سيسمح بمرور جماهيري ما دام اولا الاهلي عامل تنسيق بامن النادي ومنظمين للمباراه، ثم اتباع كل القواعد من كشوف من دعوات من الى ان الامن لن يترك مواطن اهلاوي، او لو ماتش الزمالك مواطن زملكاوي، وكذا مواضيع في مبارياتنا الهامه، الا وتتم تجربه وفاده الجماهير في الملاعب، لاننا مقبلين على امم افريقيا اللي كان 2019 المبهره بدءا من مرعيتها واللي وصفت بالمونديال، وشد السيد احمد على قد دوله رئيس الوزراء وقال له مبروك علينا الوجود في مصر العظيمه نصا، وكان يصر على حسن الترجمة السيد أحمد مع دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. ومن ثم أعتقد أن الأمن طبق نظرياته في القرعة وطبق نظرياته في مباراة سان داونز، لأن الملعب جنباته شهد على 50,000 متفرج تواجدوا، ولم يقدم كلهم إلا تبدو رائع. دي تجربة إن شاء الله ستستمر، ومن ثم أعتقد أنه ستسمع خلال ساعات ان هناك قرار ربما بعدد محدود، نعم، لكن الامن سيقرر في حينه، لان المباراه في القاهره وانا لدينا مواعيد سواء الاستفتاء ان شاء الله، والكل يؤكد انزل وشارك، وكل ما يمكن ان يكون من ايفنتات او مناسبات في المحروسه الكل او كل محافظاتها وتحديدا في قاهره المعز، اعتقد ان احنا هذه الضبابيه في المشهد ستنتهي. فالامن لم يصدر قرارا نهائيا بحسب معلوماتنا يعني، ومن ثم اعتقد انه الان تدخل النادي الاهلي عبر رئيسه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره والتواصل مع المسؤولين ينتج عنه قرار مصر محتاجاه له، قرار الكره المصريه محتاجاه، قرار يستكمل هذا الوجه المشرق. انا متاكد من اللي بقوله لحضرتك مش بس تحليلا وببعض الانباء الجيده، لكن لابد من ان يكون هناك ضوابط، نعم لابد ان يكون هناك ضوابط ان شاء الله. بكل الاحوال لا يمكن ابدا لعب مباراه وتكون السمه الحقيقيه فيها ان تكافؤ الفرص مع ازدياد حلاوه الدوري الصناعه والدوري المباشر، وايضا بدء زي ما قلت لحضرتك الدخول يعني العد التنازلي لامم افريقيا، ولا تكون المباراه بجماهير. مباريات الدوري التي سبقتها بجماهير، مباريات الافريقيه سواء الاهلي او الزمالك في الكونفدراليه كانت بجماهير، وكم ساهمت جماهير الزمالك حتى بعد ما بدا الزمالك بعد الخروج يعني الراجل الاسطى بتاعهم فرجاني ساسي في هدوء او نزول الاداء، رفعت الجماهير من هذا الحافز، وبالتالي الجماهير الان تنتظر هذا القرار، واعتقد ان هي قدمت كل دلائل الخيرات للذهاب لملاعب كره القدم. تمام، كلام جميل جدا ومحترم جدا كالعاده الاستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير، شكرا جدا لحضرتك. انا تعمدت ان انا